يعني كان سؤالي لك هل كرت محمد الجويه الكرت وانتهى يعني ولا وانت لا قلت هو اللي حرق لا نفسه. هو حرق نفسه اما كرت هذه كرت يقولوا له خصومه انا ماني خصمه يا جويل بس برد على تغريده الاخ هو الدكتور يقول حتى لا ننسى ان القلاط دعا للتصويت لش اسمه للجويهل حتى لا ننسى يعني هذه وايد انت ماخذها كبيره ما انت اذا منتقد هو من جماعه واحد انا وياه مو متصافين هو من جماعته مفاتيحه شيء من هالقبيل ايش قال بالضبط يقول ان انا يعني لا تنسون يا اهل الكويت ترى هذا دعا حق الناس تصوت حق الجويل نعم انا دعيت اصوت حق الجويل شنو منكر ما انت رفيجك حضانه ذاك اللي يوميه يقول عنك وعن عن ربعك زناديق اذا انت تبي انتقاد فرفيجك اللي يقول اللي انت واقف وياه مفتاح انتخابي ماله ولا بدائرته ولا بتعطيه صوت ولا متحمس له ما هذا حضانه اللي يقول عنك وعن ربعك زناديق فشنو الجويل شنو الجريمه اللي سويها الجويل شنو الجريمه اللي مسواها جويل حتى اذا اعطاه صوت مشكله شنو الجريمه يقولون الجويل تعدى على القبائل لا جويل بالعكس الجويل اسلوبه كان اسلوبه ينرفز بس ما تعدى على القبائل اسلوبه ينرفز انا ادري اسلوب ينرفز هو اللي خسر نفسه ولا كان ورقة ناجحة ورقة ناجحة والجويل لو في عيوب الدنيا كلها ما أنكر عليه إنه رجل ولا لا شغل بالطائفية وبالعكس وطني من الدرجة الراقية هذا اللي أنت مو عاجبك يوم من الأيام شال سلاح ضد صدام هذا كان يقاوم هذا اللي مو عاجبك أنا مو في مقام أمدح الجويل لكن لما أنت تبتذكر الناس اني انا قلت ان سيد حسين قال صوته حق جويهل يعني شنو عار رفيجك اللي حضنه ذاك اللي يقول عنه زنديق هذا العار